كان بالامكان افضل مما كان. خساره جديده، 7 مباريات دون انتصار، الامور تتعقد على احد. اول شيء الحمد لله رب العالمين، الف مبروك للنادي القادسيه، يستحقون الفوز. احنا اليوم قدمنا بدايه المباراه، دخلنا دخله كويسه، تراجعنا بعد ما سجلنا هدف، اكيد نتلقى اهداف. هذا الشيء يعني خليني انا اسالك عبد الله، اليوم من شاهد الاهداف، 3 اهداف من الاربعه كانت من كرات ركنيه، 3 اهداف من الركنيات، عبد الله ما تعامل معها بطريقه صحيحه مع خط الدفاع، ايش اللي صار؟ شيء طبيعي، ممكن اليوم الهواء شوي اثر علينا، ما هو بعذر، ما توفقنا في هالشيء، هذا شيء طبيعي يعني. في الكوره عامه بالنسبه لي كمستوى شخصي اليوم ما كنت موفق في جميع الاهداف. نتقبل هالشيء ونحاول يعني نطور نفسنا اكثر. صعبت عليكم صقر عطيف، يقول احنا كنا نتكلم انها هي الفرصه الاخيره لنا اليوم، فعلا هي الفرصه الاخيره تراها عبد الله وضيعتوها؟ لو في امل يعني قليل راح نتمسك فيه. احنا ما نعرف ايش النتائج الثانيه، لكن احنا نلعب الى اخر مباراه، الى اخر دقيقه، والشيء اللي الله كاتبه بيصير اكيد. على الجانب الشخصي عبد الله، وبصراحه وانا اعرفك صريح دائما في حديثك، ازعجك موضوع طرح اسمك كثيرا في الايام الاخيره، من تصريحات، من حديث عن عبد الله، وان عبد الله باحتجاج على عبد الله، ونقاط الاحد راح تسحب احتماليه فيها، كيف تعاملت انت مع هالموضوع؟ هل كان مزعج بالنسبه لك؟ طلعك من جو المباراه بصراحه؟ انا بعيد جدا عن مواقع التواصل، بعيد جدا عن مشاهدة أي برنامج تلفزيوني. زملائك ما ينقلون لك هذا الكلام؟ أكيد نقل هذا الشيء، لكن أنا بتركيز داخل الملعب، التوفيق بيد رب العالمين. ما أربط هذا الشيء اللي يصير برا الملعب داخل الملعب، الأشياء الإدارية سواء الاحتجاج من الاحتجاج، كلها أشياء إدارية أنا ما دخل فيها، علي العمل داخل الملعب. وأكيد مثل ما قلت لك، الله لو كاتب لك أن أنت بتفوز المباراة راح تكتب، الله كاتب لك أن أنت ما تتوفق ما توفق. أنا بالنسبة للمستوى الشخصي أنا أثق بإمكانياتي، وأثق أني أقدر أعطي أكثر وأكثر. إن شاء الله يظهر عبد الله بصورة أفضل من كذا.